بدأ الجيش التركي عملية عسكرية واسعة النطاق شمال العراق وعلى أراضيه المتاخمة للحدود العراقية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تبنى قتل 24 جنديا يوم الثلاثاء جنوب شرق تركيا. هيئة الأركان التركية في بيان لها أكدت أن العملية في 5 نقاط شمال العراق ومن قبل 22 فوجا بدعم من الطيران. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أدلى في تصريح صحفي أن الهدف من الهجوم هو تحقيق نتائج ضد حزب العمال الذي يقوده قوة من 2000 رجل في العراق دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ورغم إدانة العراق حزب العمال الكردستاني ووعده بالتعاون مع أنقرة على الصعيد الأمني، إلا أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أبلغ نظيره العراقي أن الكلام وحده لا يكفي ويجب أن يكون هناك أفعال.